اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل بقيه كلامنا عن الجبهات المسانده، واللي هي اول جبهه لبنان، وبنتكلم بالتحديد عن حزب الله. وفي يوم 10 تشرين الاول او في يوم 10 اكتوبر اطلق حزب الله وابل من الصواريخ على منطقة الجليل الغربي وعلى منطقة كفر الشوبة، واصاب ناقلة جند M113 بصاروخين موجهين. وهاجم حزب الله قوات الامن اللي كانت بتطارد الفصائل الفلسطينية، ورد الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم ان هو قصف عدة مواقع في منطقة جنوب لبنان الحدودية. يوم 11 تشرين الاول او يوم 11 اكتوبر اطلق حزب الله عدد كبير جدا من الصواريخ المضادة للدبابات على عدة مواقع بتحتلها اسرائيل في منطقة شمال فلسطين، واصاب عدد كبير جدا من دبابات العدو بصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ موجهة. وردا على اللي عمله حزب الله في بعض مواقع الجيش الاسرائيلي، قصف الكيان الصهيوني عدة مواقع في منطقة جنوب لبنان زي منطقة الظهيرة ويارين وأم التوت، واستقبل المستشفى اللبناني الإيطالي في جنوب لبنان في مدينة صور 3 مدنيين جرحى، وأمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال الكيان الصهيوني إن هم يبحثوا عن مأوى بسبب ورود تقارير إن حزب الله أطلق طائرات بدون طيار وحلقت لفترة فوق المنطقة الشمالية للكيان الصهيوني. وفي نفس اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخ باتريوت لاعتقاده إن في طائرة بدون طيار اخترقت مجاله الجوي، بس بعد كده بعد إسقاط الجسم المشبوه تم اكتشاف إن الجسم ده مش طيارة بدون طيار، ده كان جسم معدني مجهول الهوية ومجهول المصدر. وفي نفس اليوم أطلقت صفارات الإنذار في كل مناطق شمال اسرائيل، واعتقدوا ان الانذارات دي دوت بسبب ان في 20 متسلل اخترقوا المجال الجوي للكيان الصهيوني بواسطه طائرات شراعيه قبل ما الجيش الاسرائيلي ينفي كل الكلام ده ويعتبره انذار كاذب. وفي يوم 12 تشرين الاول اعلن حزب الله مقتل جندي واصابه جندي تاني بسبب صاروخ اطلقه حزب الله من منطقه جنوب لبنان واصاب دبابه في منطقة شمال اسرائيل. وفي يوم 13 تشرين الاول او 13 اكتوبر قصف الجيش الاسرائيلي مناطق موجودة في جنوب لبنان زي منطقة الظهيرة والعديسة وعلم الشعب. وفي نفس اليوم 13 تشرين الاول رد حزب الله ان هو استهدف عدد كبير جدا من مواقع الجيش الاسرائيلي او من قواعد الجيش الاسرائيلي المتمركزة في شمال فلسطين، واستشهد الصحفي عصام عبد الله واصيب 6 صحفيين اخرين من وكالة رويترز. وقال الجيش الاسرائيلي ان في 2 صحفيين اخرين اصيبوا اثناء الغارة الموجهة اللي قام بها الجيش الاسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية كامل كلامي معاكم عن سلسلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.